بعيدة على ضربة البداية. ونظن اليوم راهم يعني ملزومين بكسب النقاط الثلاث. الكرة على الجهة اليمنى للمولودية والتغطية الدفاعية. محاولة تسديد بابوش يقطع هذه الكرة تعود لحمزة كودري العايد هو الآخر لتنشيط العمل الدفاعي مقطوعة إلى الكرة لجاريت وسيع خطير هذه الكرة من هناك الخطورة موجودة يسير والحارس سيدريك خروج موفق للحارس سيدريك في أول كرة ساخنة في هذه الأجواء الباردة وكانت ليشير لمصلحة المولودية. نعم والبداية كانت من سعيود اللي عرف كيفاش خطيرة 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 ولكن دفاع نعم قلت يعني كانت هذا يشير في تنفيذ الركنية لمصلحة المولودية دفاع يتفوق تعود لكودري يحاول لوجود الوضع التسلل خطير هذه الكرة سيدريك من جديد ينقذ مرماه وردة فعل رائعة جدا من سيدريك للمرة الثانية وفي كرة من جاليت يا فاروق ها هي اللقطة معادة بالعرض الباطي جاليت ولكن يعني حتى أضرب الكرة حتى أرضية غازي جاليت صراع حامل الكرة من ولي راهو ولي في هذه الكرة يحاول ولي يلعب بينية ثنائية جميلة مع قاسمي وزع الكرة الأرضية خطيرة من قاسمي الهداف يسدد والدفاع يرجع هذه الكرة الخطيرة زدام إلى ركنية لمصلحة شبيبة بجاية خطير قاسمي الهداف حذاري من الكرات يعني اللي تفقد يعني هكذا يعني مجانا بسهولة نعم بسهولة وشفنا يعني كانت ممكن يكون هدف لو عرف كيفاش يستغل التسديدة ولولا يعني تدخل صدام كانت ممكن موبيتان البعد انسح الكرة وصل العالية تفوق لزافور جاليت أمام لاعبين هلالوين جاليت يحاول جاليت أن يوزع والتغطية الدفاعية إخراج الكرة إلى ركنية أعتقد من بشيري في اللحظة المناسبة التوقيت الزمني المرور ممتاز أمام لاعبين جاليت مراوغة جميلة و توزيع بتنفيذ المخالفة لزاح التفوق للدفاع محاولة من يشير يحضر يشير ضغط عليه من زافور جغبلة جليد من جهة اليمنى جليد يحاول يوزع جليد كرة هائلة ممتازة العملية والكرة ولكن أخطأ المرمى أخطأ المرمى كريم غازي بهذه الرأسية وكانت من جليد ممتازة العملية القائم الثاني كان بإمكانه تسديدها يعني للمرمى هو نظن حب يعني المولودية في انتظار ماذا سيكون عليه الحال في الشوط الثاني بالنسبة لردة فعل المولودية إرنست يليبو الهدف الوحيد في المباراة نعم شفنا يعني مباراة نقدر نقول يعني ماهيش يعني عالية مستوى لكن شفنا لقطات يعني جميلة ولدان كل الجدار الدفاعي سعيود يحاول سعيود يلعب كورة فوق العارضة جميلة كانت تسديدة يعني رائعة ولو يعني شوية عالية ولكن كانت يعني شوف قوية أعلى من اللازم ميغاتلي في تنفيذ الرمية موجودة المساندة من ماروسي يحضر ميغاتلي والتسديد والحارس شوشي من جديد في هذه الكرة الصعبة والخطيرة في الوقت البدل الضائع من زمن المرحلة الأولى يخرج الكرة إلى ركنية هاي اليسرى صعبة على الحارس شوشي برشي مدرب المولودية يشير ملعوب القائم الثاني خروج سيدريك سي محمد ما زالت الكرة داخل منطقة العمليات والإبعاد جغبالة بيسير على الكرة يتفوق في هذه الكرة محاولة ولكن أخطأ التقدير المهاجم إرنست في هذه التوزيعة الخطيرة جغبالة على وجدة لوضعية التسلل خطيرة هذه الكرة خطيرة هذه الكرة محاولة من سائح ويعدل النتيجة لمصلحة مولودية الجزائر سائح هداف المولودية سلامات من حكم المباراة السيد حسنية فاروق هي ملعوبة خروج يونس ملعوبة الكرة المتابعة من سائح وبرأسه يضع الكرة مباشرة في مرمى الحارس سي محمد سيدريك سبعة أهداف بحوزة هذا الهداف القادم من مولودية المخدمة لفريق مولودية الجزائر متابعة ممتازة يعد صارت النتيجة متعادلة بين الفريقين ماروسي ملعوبة مع ميغاتلي والبحث من هناك على هذه الكرة ليلو خطيرة
إرنست ولكن متأخر، تأخير الحركة إرنست. لا يمكنه أنه يعاني من جديد. هذه الشجاعة راه قاعد في البيضان، ولكن نتمنى أن لا يؤثر ذلك على مشواره الكروي أو أن تتعقد الإصابة وأكثر كاسمي. وهذه الكرة لمصلحة المولودية البجوية، ولكن إرنست يخطئ الكرة بعد التوزيع. أرضية صعبة على دفاع المولودية والحارس الشوشي. مدافعين الملعوبة الكرة القائمة الثاني. مرت الكرة الخطيرة، كانت بإمكانها تخادع حارس المرمى. شوف كرة داخلية لحسن حد سيدي. يحاول كودري لسايح، تغطية دفاعية، خطأ كبير، سايح ضيع. كرة خطيرة وسعيود لأنه يعاني، لا يمكنه ولا يستطيع أن يفعل أي شيء بعد هذا الخطأ الكبير. سعيود متابعة، أخطأ بشري. سعيود يتابع باليسرى ولكن أخطأ، ضرب الكرة في الاتجاه الصحيح. كان ممكن الهدف ليقتل المباراة لو نقول حاول ولم يتست. في الدقيقة 39 والتعديل والرد كان من سايح. في الدقيقة 76 صافرة الحكم السيد حواسنية فاروق تنهي المباراة بالتعادل بين الفريقين 1-1. مستوى متوسط نقدر نقوله هذا ملعب.